وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السيد الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، قمة مصرية أردنية بحرينية في مدينة شرم الشيخ، العديد من الملفات على أجندة هذه القمة، كيف ترى هذه القمة وأهم الموضوعات التي سوف تطرح؟ مساء الخير. بكل تأكيد قمة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الذي تستعد فيه الدول العربية، 9 دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في الاجتماع في جدة في 15 و16 من الشهر القادم لحضور القمة العربية الأمريكية. بالتالي هذا الأمر الذي استدعى التشاور بين الزعماء الثلاثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن وملك البحرين، لتنسيق المواقف العربية استعدادا لهذه القمة القادمة التي تحتاج إلى مزيد من التشاور والتنسيق بين الأطراف العربية الفاعلة لتحديد كثير من الأولويات في المرحلة القادمة بشأن هذه القمة مع الجانب الأمريكي الرئيس بايدن، وفي نفس الوقت أيضا الاطلاع على تفاصيل المشهد العربي وإمكانية أن يكون هناك بحث في القضايا الاستراتيجية التي تهم الأمن القومي العربي في هذا التوقيت بالغ الأهمية في ضوء توترات ما يعرف بتحديات أزمة الحرب الأوكرانية الروسية. وبالتالي الزعماء الثلاثة تناولوا بكثير من الدراسة والنقاش المعمق اليوم تفاصيل الأعداد للقمة العربية الأمريكية، وأعتقد أنه صدر في البيان الترحيب بهذه القمة وأيضا إمكانيات أن يكون هناك درجة كبيرة من توافق والتلاقي بين الأطراف العربية في هذه القمة في ظل كثير من التحديات التي تواجه المنطقة والإقليم، وفي ضوء أيضا تأسيس العلاقات أو قواعد جديدة في العلاقات العربية الأمريكية في المرحلة القادمة، خاصة أنها أول زيارة للرئيس الأمريكي بايدن لإقليم الشرق الأوسط والدول العربية. وبالتالي الأطراف العربية الثلاثة راغبة أن يكون هناك درجة كبيرة من تحفيز المشاورات والتنسيق مع العواصم العربية التي سوف تشارك في هذه القمة من أجل توحيد وتنسيق المواقف والبحث في كثير من المخرجات تؤدي إلى إمكانية أن يكون هناك ثوابت العلاقات العربية الأمريكية من ناحية، وتنسيق المواقف العربية العربية بما يؤدي إلى أن يكون هناك بالفعل رغبة عربية في مواجهة مزيد من التحديات حفاظا على الأمن الإقليمي في المرحلة القادمة. إذن أستاذ أشرف، تتوقع يعني حدوث طفرة في العلاقات العربية الأمريكية بعد هذه القمة، قمة الرياض؟ بكل تأكيد هناك تعاون كبير. الإدارة الأمريكية ترسل مجموعة من الرسائل خلال الساعات والأيام الماضية أبرزها اليوم للاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن الشرق الأوسط عندما تحدث في الأمن القومي الأمريكي في تقرير الذي صدر صباح اليوم أن هناك أولوية أمريكية للتعاطي مع قضايا الشرق الأوسط في المرحلة القادمة، وأن الإدارة الأمريكية الحالية راغبة في تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول العربية ومع الشرق الأوسط في المرحلة القادمة، وأن القمة الأمريكية العربية القادمة ستلعب دورا فارقا في إمكانية أن يكون هناك درجة كبيرة من تعزيز كثير من أوجه ومجالات التعاون في المرحلة القادمة، وأن الإدارة الأمريكية عازمة أيضا على أن يكون هناك بالفعل قواعد حاكمة لمسار علاقات عربي أمريكي في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب بما يعزز حضور الدور الأمريكي وأنا حالة الكفاءة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي عندما تولى مقاليد الأمور بأنه ينوي الانسحاب من الشرق الأوسط. أعتقد أن التراجع في الموقف الأمريكي نتيجة ما حدث من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وفي نفس الوقت أيضا حاجة الجانب الأمريكي لأن يكون لديه درجة كبيرة من الحضور في إقليم الشرق الأوسط حفاظا على المصالح الأمريكية، وفي نفس الوقت أيضا تبادل المشورة والتعاون وتعميق العلاقات مع الشركاء الأساسيين في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية مع الإدارة الأمريكية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن هذه المنطقة لديها كثير من الاهتمام بما لديها من موارد وأيضا توجهات الأمن القومي للجانب الأمريكي وأيضا حلفاء أمريكا في هذه المنطقة. إذن يعني هناك توازن في كفتي الميزان بين العلاقات العربية الأمريكية. بكل تأكيد هناك توازن سيتم بالفعل بحثه وتكريس كثير من ألياته في المرحلة القادمة في ضوء هذه القمة المرتقبة، الأمر الذي استدعى أن يكون هناك درجة كبيرة من التشاور والتنسيق العربي. قمة شرم الشيخ الثلاثية اليوم هي أحد أدوات وركائز هذا التنسيق الذي من شأنه أن يوفر كثير من المخرجات الأساسية لتوحيد وصلابة وتكريس الموقف العربي بما يشمل مجموعة من الآليات والركائز التي سوف يتم التعاطي معها من أجل توحيد وجهة النظر العربية والموقف العربي بشكل جماعي، وفي نفس الوقت أيضا يكون هناك توافق على آليات لتدعيم هذا العلاقات أو هذه العلاقات أو هذا التعاون الأمريكي العربي في المرحلة القادمة، وإمكانية توفير كثير من المخرجات لترتيبات الأمن القومي الإقليمي في الشرق الأوسط في ضوء كثير من بعض التحديات أبرزها ما يعرف بالتحدي الغربي الخاص ب
اتفاق النووي مع ايران وايضا نعم. تعثره في هذا الشان، وفي نفس الوقت ايضا كثير من القلاقل وموجات الارهاب وبعض التحديات التي تحتاج الى ان يكون هناك تضافر جهود عربيه وان يكون هناك تعاون الاداره الامريكيه باعتبارها انها الدوله الكبرى في العالم ولديها حظوظ من التوافق والحضور في الشرق الاوسط ورغبه في تعديل مواقفها في ضوء كثير من الازمات نعم. والتحديات ورغبه امريكا بان يكون لديها تكريس لهذا الحضور في الشرق الاوسط من جديد بقوه وفعاليه بالتعاون مع الشركاء الاساسيين في المنطقة وخاصة في العالم العربي. نعم، الشكر الجزيل لحضرتك الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.